نحن المنتخب محمد مرسي وصل إلينا أنه في الطريق الآن، نحن في انتظاره. هناك حركة من بعض القوات المسلحة والشرطة لتأمين لحظة وصول الرئيس المنتخب، لكن كما تحدثنا في خدمتنا الإخبارية السابقة الأجواء بحمد الله تسير بشكل طبيعي جدا من ناحية الخدمات المرورية وانسيابات المرور وانسياب المرور، وأيضا حركة المواطنين وحياتهم اليومية الطبيعية في هذه المنطقة تسير بشكل هادئ جدا. لكن دقائق ويصل الرئيس المنتخب محمد مرسي إلى قاعة المحكمة الدستورية، وهي في انتظار بكامل مستشاريها لبدء المراسم التاريخية لحلف اليمين الدستورية لأول رئيس منتخب لمصر. طب أشرف، هل لديك فكرة عن كم تستغرق هذه العملية؟ ربما تحدثت إلى أي من هيئة المحكمة الموجودين لديك؟ لا، أسمع السؤال مرة أخرى. يعني ربما تحدثت إلى أي من الموجودين لديك من هيئة المحكمة، كم من الممكن من الوقت أن تستغرق هذه العملية، هذه المراسم؟ الواقع أنه الحديث عن حوالي نصف ساعة في شكل المراسم التي سوف تؤدى بها، بداية من تمهيد من منصة المحكمة الدستورية، ثم دعوة الرئيس المنتخب لأداء القسم الدستوري، ثم الجلسة الودية بعد ذلك بين رئيس المنتخب ومستشاري وهيئة المحكمة. الحديث هنا عن حوالي نصف ساعة سوف تتم فيها هذه الإجراءات، لكن بما أنه كنا نتفق أو كان المقرر الساعة 11، فبقيت إلى 11:30، فكل هذه الأمور الشكلية التي وضعت من ناحية التوقيت النصف ساعة أو من ناحية بدء المراسم تغيرت، قد تتغير زيادة أو نقصان لهذه المدة، لكن المقرر لها حوالي نصف ساعة فقط.